ينضم إلينا عبر الهاتف من بنغازي عبد الله بلياحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي. بعد التحية سيد عبد الله، هنا مجلس النواب يعقد جلسة طارئة غدا الخميس لبحث تداعيات هذه الأزمة التي عصفت بليبيا، فكيف تبدو تفاصيل لديك؟ نعم، مساء الخير لك ولكل السادة المشاهدين الكرام. بالفعل دعت رئاسة مجلس النواب السادة الأعضاء إلى جلسة طارئة سوف تعقد يوم غد الخميس. هذه جلسة مخصصة لاتخاذ الإجراءات في شأن معالجة آثار هذه الكارثة التي حلت في عدد من مناطق ليبيا لا سيما مدينة درنة. فالمجلس سيتخذ إجراءات هامة في جلسة يوم غد بشأن معالجة هذه الآثار في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وأيضا التخفيف من وطأة هذه الكارثة على كل الأسر المتأثرة. ومن المتوقع بإذن الله يوم غد أن يقر مجلس النواب ميزانية طوارئ خاصة بمعالجة أثر هذا الإعصار ابتداء من عمليات الإنقاذ وعمليات البحث عن المفقودين، وأيضا مسألة توفير الدواء والغذاء وأيضا السكن لكل العائلات المتضررة ومعالجة كل هذه القضايا التي ترتبت عن هذه الكارثة. سيد عبد الله، يعني مجلس النواب الليبي كان قد وجه استغاثة دولية لمساندة من يعانون وأيضا لمواجهة هذه العاصفة، هل هنا يمكن اعتبار منطقة درنة بالتحديد منطقة كوارث وبالتالي لابد من تدخل دولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ نعم، هذا أعلناه سلفا بأن مدينة درنة أصبحت مدينة منكوبة، عدد الضحايا وصل أو بلغ 7000 من قضوا نحبهم في هذه الكارثة، عدد المفقودين يتجاوز 10000، والأرقام مرشحة للزيادة بشكل كبير نتيجة لوجود عدد كبير من المناطق العالقة التي لم تستطع فرق الإنقاذ حتى هذه اللحظة. يعني وجود عدد من المفقودين والضحايا كل دقيقة هو الذي لم يعني يجعل الجانب الليبي يدلي بأي تصريحات رسمية بنسب عدد المفقودين والضحايا للآن. نعم، لأن هناك مناطق تقطعت بها السبل، لم تستطع فرق الإنقاذ حتى الوصول إليها نتيجة لانهيار الجسور والطرق. حتى الوصول حتى هذه اللحظة الوصول إلى مدينة درنة صعب جدا ويتم من خلال طريق واحد. لكل ذلك ناشد مجلس النواب المجتمع الدولي للتدخل، لأن هذه الكارثة لم تعلفها ليبيا من قبل بهذا الحجم، وأيضا ليس بمقدور الإمكانيات المتوفرة سواء الإمكانيات المادية أو الفنية أو التعامل حتى مع هذه الكارثة في هذا الوقت الضيق، لأن هنالك آلاف من الجثث لا تزال موجودة في الشوارع وفي البحر، ولم تستطع الفرق تغطية كل هذه الأعمال. يعني حتى ليلة البارحة فرق الدفن تئن من كثرة عدد من قضوا نحبهم وتطالب بالمعونة. أيضا هنالك نقص في الإمكانيات والمعدات الطبية، يعني نفذت يوم أمس حتى أكياس الدفن، وبالتالي العدد الكبير عدد مهول، وهذا ما يمثل خطورة حقيقة على البيئة في هذه المنطقة، منطقة درنة بالتحديد. يعني عندما تتحدث حضرتك حول وجود عدد كبير من الجثث ملقاة في الشوارع، حول عدم وجود أيضا مساعدات لوجستية للدفن، يعني أعتقد أنه يمكن أن يسبب كارثة بيئية كبيرة على المتواجدين هناك. نعم، وهذا ما نتخوف حقيقة منه، خاصة بأن هنالك يعني مواطنين لا يزالوا في بعض أحياء درنة، لأن هنالك الأحياء التي تضررت هذه قام الإعصار بمسحها من على وجه الأرض بشكل نهائي. لا توجد يعني أحياء كاملة جرفت إلى البحر، لا يوجد منها أي شيء ولو حتى أساس لمبنى، لما جرفت بالكامل، لكن هنالك أحياء ما زالت قائمة، وبالتالي المخاوف من تعرض المتواجدين للأمراض والأوبئة أمر مقلق جدا. لا قدر الله لو حصل سيفاقم الأوضاع المتأزمة أصلا في مدينة درنة،
طبعا الشكر لكل الدول الصديقة التي سارعت إلى ليبيا منذ يوم الأمس، كانت في مقدمتها جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه مباشرة القوات المسلحة المصرية للمساعدة، أيضا الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، تونس، الإمارات، الجزائر، تركيا، كل هذه الفرق بدأت تصل، لكن حجم الكارثة كبير، يحتاج إلى مضاعفة الجهود ويحتاج إلى جهود دولية من أجل التغلب على هذه الكارثة وتجاوزها والحد من الأضرار التي حصلت والتي سوف تحصل لا قدر الله سبحانه وتعالى. مساعدات التي ذكرتها من الدول العربية الشقيقة من مصر، الإمارات العربية وغيرها سيد عبد الله، لكن هل هناك أولوية لمساعدات بعينها يحتاجها المواطنون في ليبيا الآن؟ نعم، الأولويات طبعا تحددها الفرق الفنية، لكن من خلال متابعة الأولوية هي في هذه الأوقات هي في مسألة مساعدة العالقون. هنالك عائلات عالقة تقطعت بها السبل، هناك أولوية من أجل إخراجها، لأن بعض العائلات عالقة تم التواصل معها لكن لم تستطع الفرق حتى هذه اللحظة. هل هناك بلاغات عن هؤلاء العالقين وعن المفقودين أيضا تتم باستمرار؟ نعم، منذ يوم الأمس تم، طبعا كان هنالك انقطاع كامل للتيار الكهربائي في المدينة، أمس عيد التيار الكهربائي على جزء من المدينة، أيضا شبكة الاتصالات كانت منقطعة بدأت تعمل، وبالتالي بدأت نداءات الاستغاثة تأتي إلى الفرق من عالقين تحت الأنقاض، فبالتالي الأولوية تكون في مسألة وجود الفرق الفنية المتخصصة التي تمتلك الخبرة وتمتلك أيضا المعدات التي تساعد في إنقاذ هؤلاء العالقين قبل أن نفقدهم لا سمح الله. أيضا مسألة المساعدة في هذه أولوية هامة جدا، وأيضا مسألة المساعدة في دفن من انتقلوا إلى رحمة الله، أيضا يعني كل هذه أولويات، يعني معالجة الرعاية الطبية والمعالجة للعائلات التي أعدادها بالآلاف التي موجودة اليوم بلا مأوى، هناك عدد كبير منهم يحتاج إلى المعالجة والرعاية، يعني كل هذه الأمور تحتاج إلى جهود دولية لا تستطيع ليبيا أو حتى فرق صغيرة التعامل مع مثل هذه الكارثة، لأننا نتحدث على الأرقام تقارب 20,000 وأكثر، يعني ربع مدينة للأسف الشديد ولا حول ولا قوة إلا بالله تم مسحها من على وجه الأرض بشكل كامل، أحياء كانت موجودة الآن هو التراب فقط، لا يوجد أي أثر لهذه الأحياء. لكن عند الله العفو والعافية ويساعد كل من يبذلون جهودا في هذا الصدد. عندما تتحدث سيد عبد الله عن جهود الإنقاذ، طبعا يعني هناك طرق بفعل هذه الكارثة، بفعل فيضانات أيضا المياه الكبيرة التي تجاوزت أكثر من متر تقريبا، قطعت بعض الطرق، فيعني كيف يمكن الوصول إلى هؤلاء الذين يحتاجون إلى المساعدة في ظل قطع بعض الطرق؟ نعم، هذه تحتاج إلى مثل ما سلفت ذكرت، تحتاج إلى استخدام معدات خاصة، تحتاج إلى استخدام المروحيات، يعني كل هذه الإمكانيات تحتاجها وتفتقرها ليبيا من أجل الوصول لهؤلاء المتضررين. هنالك جهود كبيرة تبذل من القوات المسلحة العربية الليبية والأجهزة الأمنية حتى المواطنين من كل المدن، لكن الإمكانيات أقل من حجم الكارثة، وبالتالي الفرق الفنية المتخصصة التي تعاملت ولديها خبرة مع مثل هذه الأحداث لديها إمكانيات سواء بالمروحيات أو الفرق المتخصصة في الانتقال في مثل هذه. هل هناك فرق من المتطوعين تساعد بالإضافة إلى الفرق الحكومية والدولية في عمليات الإغاثة؟ نعم، هنالك عدد كبير جدا من كافة مدن ليبيا أتوا إلى درنا، من طبرق، من بيضة، من البرج، من بنغازي، من كل مدن ليبيا، حتى من غرب ليبيا، من طرابلس، من مصراتة، من زليتن، من كل مدن ليبيا جاءت فرق للدعم والمساندة ومتطوعين من الشباب الليبيين يحاولون
إنقاذ من يمكن إنقاذه ومن هم ما زالوا على قيد الحياة، وأيضا يشاركون في عمليات نقل الجثامين ودفن الشهداء بإذن الله تعالى.